السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا جماعة أنا حابة أشارك معاكم في المؤتمر الاقتصادي ده، وأنا والله صراحة عايز أتكلم على مشاكل اقتصادية كبيرة إحنا بتهمنا كشعب سوداني، وأنا واحد من الناس أخذت سيلفيين في الثورة وأسي جاي أخذ سيلفي معاكم وأشارك بالاقتصاد. أول حاجة ما إحنا عندنا كورة البلاستيك، أشوف على ما يطلعوا يلعبوا في الميادين برا بكورة البلاستيك ما زي لما يلعبوا بكورة الشراب، لكن شنو؟ المواصلات ذاتها ما بقت صعبة. بعدين الكورونا لما تيجي خاشه في الجنيهات بتقوم تنقلها للهناي. المهم الطعميه زاد عشان تفتفت في صحن الفول مشكله، فدي واحده من المعوقات الاقتصاديه الكبيره جدا في السودان. واحنا عشان كده لازم ذاته العيش ده قبل ما نشوف قصته شنو، احنا ذاته نجيب صحن الصحن بتاع الفته نمتر نشوف العيشه مع الصحن بتجي كيف. وانا اتعهد لكم انه احنا في خلال سنتين بس من تجميع اللاصادق بدل ما نحرقها انا اسلمكم 22 مليار دولار سنويا باللاصادق، ده غير الكريمات وصحن الفول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا 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 جزيلا شكرا. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زول كافيه العربي. يعني انا الحلقات اللي فاتت كلها بخش مستغرب والله، انا ما يعني الواحد ذاته يبدا من وين يقول شنو. يعني حاليا احنا ذاته شايفين السودان في الفتره الاخيره في تطورات وفي حاجات غريبه في الفتره اللي فاتت، يعني انا في العالم كله احنا ما شوف يعني ما في زول سبقنا عليها، وفوق ده كله المؤتمر الاقتصادي اللي عاملينه ده، قصدي الاقتصادي، يعني ذاته احنا وصلنا لدرجه في الاقتصاد بقينا بنجي المؤتمر عاملينه بهرجه. قديش احنا ذاته المؤتمر الاقتصادي ده نخليه اخر حاجه لانه ده اغتصاب فكري، يعني ما نبدا نخليه شنو في النهايه، لكن نبدا نشوف احنا القرارات اللي كانت عندنا في السودان في الفتره اللي فاتت دي، يعني قرارات في قمه الروعه. خلي بالك شنو، في حنكه، في فهم، في ذكاوه، في علم، في غبار بيعرق في اختيار القرارات. يعني الحمد لله اللي عشتها وحضرت التطور ده عشان بكره ان شاء الله لو الله رزقني الذريه الصالحه، مع انه بيشايفوا في السودان ده شايل هم اولادي منسي، عشان بكره اقول لهم والله انا حضرت اليوم ده. نبدا اول حاجه احنا مع القرار بتاع قطع الانترنت في وقت فتره امتحان الشهاده الثانويه. طبعا احنا ما شاء الله عندنا الحكومه لانه ما بتحب الغش وما بتحب السرقه وما بتحب الكذب وماشيه بمبدا من غشنا فهو ليس مننا، فحاولوا يقضوا على الظاهره بتاعت الغش في الامتحانات بتاعت الثانويه العامه. يعني الامتحانات كلها غش ما مشكله، تجي الثانويه العامه ما تغش، يعني سبحان الله، زول منه في ثانوي اولى ابتدائي متعود غش، هيجي في ثالثه ثانوي حيخاف الله يعني؟ قامت حكومتنا الرشيده والمجيده، حكومه الكفاءات، يتصرفوا واجتمعوا مع بعض ووصلوا لقرار رهيب. قال لك اقطع الانترنت من السودان كله وقت الامتحانات. العالم كله منبهر. يعني حتى بهير وشهير وسمير انبهروا. عليكم والله، ده فهم شنو؟ انت يعني بيقول لك دار تقطع الانترنت عشان الناس ما تغش، تقوم تقطع رزق الناس في السودان، تقطع العيشه في السودان كلها ثلاث ساعات عشان امتحانات. يعني انت ما قدرت تسيطر على الموضوع، وصلت للدرجه دي انك تقطع الانترنت؟ يا اخي ده امتحان ولا فض اعتصام؟ ها؟ ما هو ما ممكن. يعني انا بس عليك الله، يعني اللي اخترته انت او اللي انت اللي وصلت للقرار ده، اديني كلمه غير كلمه غباء عشان انا اوصفك بيها، او ما انت عشان ما تشيل الموضوع شخصي، اديني كلمة اوصف بها القرار ده شنو. الناس اللي بيوتها وقعت وانهارت في الفيضانات دي، الناس لسه ما نشفت، يعني الشعب مبلول، تجي بقرار زي ده تبله زيادة؟ والله العظيم ده انا من الله خلقني ما شفت تصرفات زي دي. انت عارف في كم زول يتضرر من قرارك ده؟ انت عارف في كم زول كان في اليوم ذاك عنده مقابلة بتاعت شغل اونلاين عشان يشتغل؟ انتوا عارفين في كم زول وقفت له حوالته المصرفية، وقفت له قروش، وقفت له ان شاء الله يتكلم مع ولده متغرب بيقرا برا، وعلى سيرة متغرب بيقرا برا، شفنا احنا الطلاب البرا في الهند، وانا والله صراحة انا واسرة زول كافي يعني برضو احنا اسفين انه احنا الموضوع ده اصلا ما وصل، جانا متأخر. السلام عليكم، معكم ولدكم خالد، طالب هندسة في الهند. انا عايز اشكر الشعب السوداني، الفيديو ده عبارة عن رسالة شكر لكل الشعب السوداني. مشكوركم جدا جدا انكم دخلوا الحكومة تدمرنا ايام الامتحانات وتوقف مننا التحاويل. مشكوركم لكل طالب هنا انطرد من البيت ايام الامتحانات. طالب سوداني، انتوا عارفين حكايه تدين من غريب شنو، بتكون سيد البيت مطارده كيف. شفنا انه الناس البر دي ما في زول شغال بيهم، طلاب قاعدين برا ما عندهم قروش، ما قادرين يحولوا لهم قروش اصلا، الغربه صعبه. وبعدين زي ما قال الولد في الفيديو، كونك انت تمشي تدين لك قروش من زول ذاته ما ود بلدك، دي براها احراج. ما في ما في ما في ما مفتكرين في اي شيء من الحاجات دي، يعني معذبين الناس.
وقاطعين الاتصالات وقاطعين الانترنت والناس ما عارفه تصل لبعض. بعد ده كله بعد ده كله سيطرتوا على الغش؟ سيطرتوا عليه؟ تفضل. يا اخي اجمع التلفونات، لم التلفونات دي وخدتها بعد تخلص امتحان رجع لكل زول تلفونه. اصلا ما داير تعب ولا داير لجنه ولا داير قرار ولا وزير ولا حكومه ولا اي شيء. يا اخي ضابط يا اخي اقول لك حاجه، بتاع الشاي والقهوه في المدرسه لو قلت له نعمل شنو هيقول لك لم التلفونات من الناس ديل، بعد ما يطلع الامتحان رجع لهم تلفوناتهم. بعدين قال لك الخسائر اللي حصلت في بس خلال الثلاث ساعات اللي قطعوا فيها الانترنت فتره الامتحانات دي اجماليها يقدر ب 3 مليون دولار، يعني انت واقع معاك الساعه بمليون دولار. يا اخي دي ساعه قطع انترنت ولا ساعه كم كردشيان دي يا اخي؟ يا اخي انت بالقروش ضيعتها دي ممكن تجيب لك ماسح جهاز يوريك الزول ده معاه تليفون في جيبه ولا لا. يا اخي الجهاز اللي بتجيبه ده مش بيوريك بس انه عنده تليفون، لا بيمسح لك مخه ده بيوريك هو ساده قاري ولا ما قاري. عشان كان ما قاري تقول لك خارج لنا الامتحان عليك، وفر لنا ورق ووفر لنا تعب. يا اخوانا يا اخوانا انتوا بتعملوا في شنو؟ يا والله العظيم اقسم بالله جبتوا لنا الجلطه. يا اخي احنا لسه في اول عمرنا ما شفنا ذاته شيء، جلطه 30 سنه من الحكومه اللي فاتت وانتوا هسي في سنه حتكملوا العمليات الحكومه اللي فاتت كلها. قال يقول لك كفاءات، وين الكفاءه؟ ده اسي ده التصرف ده بيثبت انه في 1% كفاءه؟ ناهيك عن مدني جرادل ده خلانا ده انا ليش انت اخوان عليكم والله انا بهري في عين عين وعين الساعه قال انا بجري ولا بجك انا بحرق في دمي في ناس ما والله العظيم احنا على البرنامج ده حيقصر اجلي قفلوا ذاته انا البرنامج ده ما داير ذاته خليهم ان شاء الله. وبرضه من التطورات اللي شهدها السودان في الفتره الاخيره تلفزيون السودان لا 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 ما المذيع اللي قديتونا بها وجبتوا لنا ورم بها. التطور اللي انا قاصده ميكروفون قناه السودان، وانا اشكر احد المتابعين انه جاء رسل لي الصوره وقال لي كشف. يعني ما الحكومه بس اللي بتسمع كلامنا وبتشوف حلقاتنا، لا انا اتضح لي انه قناه السودان ذات او القنوات السودانيه اللي هي سبب من اسباب اختراع برنامج زول كافيه قنوات السودان الضاربه دي. الاعلام الميت، شوف الميكروفون كان زمان باك يمين ولا هو ده شمال بيقاسي وسط. والله لكن تطور ما شاء الله، عقبال ما نشوفك كده مهاجم قدر الدنيا ان شاء الله. وبما انه احنا تكلمنا عن الميكروفون بتاع قناه السودان فخلينا نيجي نشوف احنا ذاته السيد ميكروفون كان متواجد وين؟ فئه ملعب، قصدي فئه قاعه وفئه مؤتمر. مؤتمر الاقتصاد القومي. نخش بعد ده في الدسم. ايوه ايوه بتاع السماول ذاك الشديد الرهيب بالزبيب والكستر ده. ده المؤتمر اللي كان حاصل في السودان قبل كم يوم. ونستهله معكم اعزائي المشاهدين مع ايات عطره من الذكر الحكيم ومعنا القارئ. صحيح ده شيء ما في القران الكريم. ربا بس. طبعا المؤتمر لازم يبتدي بكلمه عمك الكبير معلم البيك بوس. ايوه الفريق اول عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ورئيس الجيش ورئيس اي حاجه حايمه حاليا الراسطه السان الواقف قنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه في البدء لشهداء بلادي الذين منحونا هذه اللحظة. وزادوا كونه يعني هو مؤتمر اقتصادي، انت المفروض زادوا ما تجي، يعني انت الليلة زول قائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية، انت شغلكم الامن والايمان، الاقتصاد ده ما حقكم، انت تلبس لنا الكاكي بتاعك الجميل ده، شيل لنا عصايتك الهنا دي، تدينا الصرة السمحة ديك وعلى الشنب كده ما شاء الله، تقعد بس انت تهرش لنا الناس، الحدود، زول يخش لنا بيجاي، زول يطلع بيجاي، تأدبوا وتردموا، لكن لجنة اقتصادية تعال هو مؤتمر اقتصادي صح؟ واو ها رئيس اللجنه الاقتصاديه العليا وين؟ تيرتت معقول اهم زول في اللجنه الاقتصاديه في السودان في المؤتمر ده يكون ما غ... لا 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 قفل 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 ده ما نافع ما نافع ما يا اخوانا الزول ده وين؟ والله اشتقنا لك يا اخي انت لك مده ما ظهرت ما ممكن يعني كم حلقه ما جيت انت ظهرت معانا كان يشوف لي الزول ده وين عليك الله سريع جيبه لي فانا زول ده رئيس اللجنه الاقتصاديه العليا ميخلي المؤتمر ومشى قال لك زياره اجتماعيه الله لك حق والله انا شايفك الايام دي زاد شنو؟ اجتماع شديد ما شاء الله يعني انستغرام وجنرال دقلو وحركات لا وعندك 20,000 متابع بسم الله ما شاء الله ما نحسدك متساويين احنا انا وانت يعني ها سيم سيم ما في فرق يعني لو سمحت بس يعني توضيح حاجه بس لفت انتباهي في الانستغرام بتاعك انت كاتب نائب رئيس المجلس السيادي وبس خد السودان وضح المعلومه يعني انا عارفك بتحضر فيديوهاتي وعارف انت بتعمل لايكات وكلام زي ده فشنو خدت السودان عشان اللي ما عارفك يعرفك انه انت في السودان يعني ما يفتكرك في حته ثانيه اليمن مثلا يعني كده يعني ها
خدت السودان. بعدين والله يا جماعه يعني زول ده ظاهر انه زعلان، والله في زول مزعل يعني. هو قال لكم يعني انا هطلع اتكلم في التلفزيون وحقول اي حاجه، فلان ده سوى كده وفلان سوى كده. شوف معناته شنو يا معلم؟ راشد نبأ صح صح معي. جهز نفسك معلم، ده بيديك تلفون يا مشيت عنده البيت يا جاكم الغنى. ظبط البدله واخويا وجهزها وخطابك والكلام ده عشان تكون عارف حيحصل شنو. وبعدين واضح انه زعلان يعني، زول ده ما عامل فولو لاي زول في الانستغرام، زعلان من الناس دي. وبما انك انت في اللقاء بتاعك ده اتكلمت وقلت عايز اطلع اتكلم في التلفزيون وقلت الشباب ديل هم اللي بيقوموا البلد وانتوا دايرين الشباب، مسؤوليه دي مسؤوليه جماعيه، والشباب ديل احنا دايرين الشباب ديل يعرفوا قضيتهم. احنا ذاته بعد تخلص من راشد نبا ده تعال دايرينك في اللقاء. قلت الشباب وشباب، احنا شباب، احنا شنو؟ احنا عجايز ما شباب؟ شباب ولا ما شباب انتوا؟ ايوه سامع الكواريت دي كيف ما شاء الله لسد النتر ولا من تعبك ذاته. خليك قاعد في البيت تخلف رجل على رجل، شغل لنا الزوم بتاعك ده تمام. طبعا انت ما شاء الله النت بيكون عندك ضاخي ما بيقطع من الساعه 8 ولا 10، وكان ما وصلتك الحلقه دي وما وصلك الكلام ده يا زول اقول لك كلام اهو ده هاشتاج، كان الحلقه ما وصلتك بيوصلك الهاشتاج. بما انك انت بقيت ناشط في المواقع التواصل الاجتماعيه وفي الحياه الاجتماعيه ذاته ما شاء الله تبارك الله. نرجع ذاته احنا للمؤتمر الاغتصابي اللي حصل ده، الاغتصاب الفكري اللي احنا شفناه والتلوث الفكري اللي احنا شفناه. وانا كنت اتمنى انه ذاته حاجه زي دي ما يجيبوها ذاته في التلفزيون، لانه غير انه مسودين وشنا وشارطين وشنا كالعاده ما عملتوا اي حاجه. يعني مؤتمر ذاته احنا نمسك من الاول، بيجي اي زول يقولوا اسمه ويقيف يصفقوا. الاسم اسراء يحيى بكر برقو، تنسيقيه لجان مقاومه ولايه جنوب دارفور نياله. شكرا جزيلا. شكرا. اللي مستنسخة من النظام البائد، التوصيات دي مزيفة. شنو ده؟ هو ده مؤتمر اقتصادي ولا سلفكة بس؟ هم بلولو رسمي عاملينه برنامج. يعني والله انا كان بضرب مثل او بشبه الحاجه دي بشيء بشبهها بتخريج، كل ما الخريج يجيب اهله صفقوا له. احمد عمر العوض سعيد الملقب بشيطان الف مبروك. يلا يا حكم يا ابو ليد والنسيم، ضربوا يلا يا حكم يا ابو ليد والنسيم. يعني ما انا ما عارف والله العظيم، ناقص بس شنو شغلوا اغاني يربوها، ناقص بس غنى. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. مبسوطين وفرحانين على شنو؟ عليكم والله انتم فاتحين نفسكم على الناس اللي بيوتها وقعت مع الفيضانات دي ولغايه يوم الليله قاعدين متشردين ما عارفين يقعدوا وين ولا عارفين يسوي شنو، ولا فرحانين على الطلاب المحبوسين برا لا عارفين يرجعوا السودان، لا عارفين ياخذوا مصاريفهم، لا اهلهم عارفين يحولوا لهم قروش، لا لاقين ياكلوا، لا لاقين يشربوا، لا لاقين يدفعوا حق ايجار. فرحتكم دي والله اللي اشوفها يقول انتم صلحتوا الاقتصاد وبقى الاقتصاد رقم واحد في العالم. ده شنو اللي انتم بتعملوا فيه ده؟ انتم ده شنو؟ هي الفائدة الوحيدة اللي فعلا عمل المؤتمر ده أثبت لنا إنه دي لا حكومة كفاءات، لا في كفاءات، لا في أصلا ما في البلد زي ما يقول شنو طرة وكتابة بس. العملة النقدية الحديدية دي شفتها أرمي ووب مين اللي حيفوز يحكم البلد؟ شيعين يلا ووب إسلاميين ووب يمشي ده يجي ده. يعني أنا ما عارف إحنا الانتين حنكون في الدوامة دي. تحية في البدء لشهداء بلادي الذين منحونا هذه اللحظة، والتحية لشباب الثورة السودانية الذين أحيوا فيها الأمل ووضعوا لبنات بناء السودان الجديد. خلنا الثورة دي انتهت يعني، احنا زاد الشعارات دي فترنا منها كل شويه الثوره. انت وقت اصلا بتترحموا على ارواح الشهداء وفارقين معاكم الشهداء. الناس اللي ماتت في الثوره دي انتوا عملتوا لها شنو؟ الناس دي لما ماتت اصلا ماتت عشان شنو؟ عشان تجوا انتوا تقعدوا في قاعات تشبشبوا وترقصوا؟ انت زادك منو انت اللي بيصفقوا لك؟ انت جايبك هنا شنو؟ في ناس قاعدين جايبهم شنو اصلا؟ لكن صراحه انا مالهم اذا مدني جرادل قاعد ما لهم الباقين. يعني اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فماشي مع أهل الدار إلا الرخص.
انتوا تتكلموا في اقتصاد وفي اقتصاد وفي اقتصاد، هو راس الاقتصاد في السودان ما نافع. يا اخي انا والله العظيم السؤال ده سالته قبل كده مليون مره، وهو الناس ذاتها وصلت لمرحله، يعني احنا شايفين مدني عباس ده الناس وصل الشعب السوداني ده لمرحله. انا ده راجل جيت من ابو ظبي حياتي الحين دي عمري زاد 10 سنين، لانه بقيت في الصف 3-4 اليوم من صف البنزين للرغيف. السبب في الكارثه دي وزير التجاره بتاعك ده، وانت شفت قبل كده 7 وزراء، والله انا كنت متوقع انه هو اول واحد يشيله. انا ما اعرف السر الخلاه يقعد شنو، يعني اسي الراجل الكبير ده قال لك انا حاسس عمري زاد 10 سنين. يا اخي زول ده كلامه صح. الاول انا الفاقع مرارتي عشان انا اوريك انه اي شيء بيجوا بس داري لصقوا لك في الكيزان الدولة العميقة. الزول ده طلع يتكلم قال كلام منطقي، جو قال لك لا ده اصلا كوز، يعني انت بس داري تصل لشنو؟ يا اخي والله العظيم ان السودان كله ما طايق الزول ده، عمل شنو وسوى شنو؟ ده يوم كده يعني زي ما بقولوا اخر حاجه كده ده عملها، يعني يوم ما شفتن ويوم ما طمخط زي ما قالوا خلاص كده ده يوريني انه شغال. يا اخي بنتكلم لك في سجاير يا اخي، سجاير انت بتتكلم في سجاير؟ الشعب ده خلاص بيقى واقف على السجاير يا اخوانا. الزول ده انا بس داري اعرف اصلا هو بيقى وزير كيف؟ انا بس داري افهم والله. بعد ده شوف حمدوك اسمعني كويسين عليك الله، ما تدنقر لي راسك وحق مستحق. الزول ده بعد ده ما يقعد ما داير انه عديل يتخارج يشوف لاي وظيفه ثانيه، دي ما شغلتنا. بعدين مدني عباس ده ما عنده جواز ثاني، ما يتخارج يمشي يشوف، ما عنده جواز ثاني خليه يمشي يعمل لجوء. احنا ما عندنا السودان كده، يبقى وزير بعد ما يشيلوه من الوزاره يمشي يشوف له دوله برا بيشتغل فيها. وبما انه احنا جبنا سيره الجوازات دي، شوفوا مين هسي عشان احنا السودان ده ذاته والله العظيم طلعنا عين ابوه. اي وزير قاعد في الحكومه هسي عنده جواز غير الجواز السوداني برا، واحد من اثنين، يا الوزاره يا جوازك ده. يعني زي هسي الكلام طلع في وزير العدل انه لما مشى مع البرهان الامارات عشان يوقعوا موضوع التطبيع، البنود والشروط اللي كانت قاعده في موضوع التطبيع اللي هي عباره عن احتقار للسودان، قال لك انه هو كان ماشي، يقال عشان ما اخذتها في ذمتي، هو ماشي وعارف الشروط كان شنو، ماشي داري يوقع جواز امريكي. بيجي اي وزير عندنا عنده جواز بيجوط ام السودان، ويوم البلد تكتم خلاص يجي ينكر لك السودان ده حضب زي صاحبنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الحاج محمد ادم. نعم سوداني يا علي الحاج. ألماني من أصول سودانية. نعم. فعشان كده من هسي زول في الحكومة دي جوازه سوداني بس. المشكلة والتناقض الكبير ذاته، زمان كان يقول لك القانون يقول لك أنت عشان تبقى سفير أو وزير أو تبقى رئيس الجمهورية لازم تكون مولود في السودان. ده هسي زول جوازه ما سوداني أصلاً، تبقى وزير كيف أنت؟ بعدين ذاته أنا لا يعني ما أعرف يعني، ده على الأقل عنده جواز أجنبي. صاحبنا ده حكموا عليه وقال لهم نو كومنت. لا يا شيخ انت عندك جواز بريطاني برضو ولا امريكي؟ قال لي وريني جوازك شديد. نرجع لموضوعنا مدني عباس ده، انا بس داري اعرف قاعد لشنو. عيد السؤال ده مليون مره. يا اخي الزول ده يوم ما ياخذ قرار بيرجع يكنسل، لانه هو ذاته ما واثق من نفسه وما عارف ذاته قراره ده كان صح ولا غلط. والله العظيم انا ما بلومه، بلومه شرط له قميصه ده خلاه طلعوا علينا فوق راسنا، الله يجازيه بس كان ينقطع طيب بدل ما يشرط له قميصه. سيد الرئيس أنا عندي طرف واحد بس بسيط، رجائي تطلب من الوزراء وكبار المسؤولين يقيفوا مرة واحدة مرة في الشهر بس في صف البنزين والزيت والغاز. يا أخي والله ديل مش المفروض كل شهر يقيفوا مرة، ديل المفروض يوميا يوميا كل واحد فيهم يطلع يكب بنزين زيه زي الشعب ويشتري عيش زيه زي الشعب ويجيب في الطابور عشان يذوق المر اللي قاعد بيذوق فيه الشعب ده. كل واحد قاعد متفرجخ لي ولابس لي بدلة وعامل لي فيها وزير وحرس وما عارف شنو. عملتوا شنو انتوا؟ انتوا جابكم منو اصلا ذاته؟ اجابكم منو؟ مش الشعب اللي عينه طالعه ده؟ عملتوا شنو للشعب ده انتوا؟ بحيث هم ثاني يعني مؤتمر اقتصادي، انت جايب يعني مؤتمر 3/4 حكومه والربع الباقي ناس ما عارفة هي ذاتها بتعمل في شنو. طبعا المؤتمر الاقتصادي ده كان القصد منه يكون مؤتمر علمي لدراسة الواقع الاقتصادي في السياسة السودان، لكن لدرجة كبيرة تحول لجزء كبير منه مهرجان للكلام أو مربط للشعارات أكثر من أنه حلول علمية تستند إلى السياسات والأرقام والمقارنات. مع كامل احترامي وتقديري للجان المقاومة والترسات والترسانات واي شيء، اللي بيجيبوا مؤتمر اقتصادي شنو؟ يعني انتوا اللي تقدروا تتكلموا في حاجات زي دي؟ يا اخي اعملوا مؤتمر اجتماعي.
التوصيات اوصل الحمدان انه القوانين تكون هي قوانين شامله, انه حد الاقتصاد قانون الاقتصاد بتاع هنا بتاع الخرطوم يكون زي اجراء الاقتصاد في دارفور. ما فيش برام بالنسبه للرقابه, داير يكون في رقابه كامله عشان انتوا تمنعوا الكريمات في السوق, وانتوا بتجيبوها عن طريق الحدود. انتوا امنعوها من حدود الشارع. الصباعات ممنوعه موجوده في السوق, البنجو ممنوع وموجود في السوق, دي اكثر من العيادات. يا اخي ده شنو ده؟ ده شنو ده عليك الله؟ خايفه اغتصاب وكريمات. يا اخي كريمات شنو يا اخي؟ انت قاعده في مؤتمر اقتصادي ولا قاعده في ساعه قشره؟ حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل. بعدين يعني مؤتمر اقتصادي عليك الله, بس شوف ده, ده علاقته شنو بالاقتصاد؟ كذا احضر واكتب لي في الكومنتات انت فهمت شنو؟ اي ما يهمك الشعب, اي انتاج من الدوله مثل الدوله, اي انتاج الدوله مثل الدوله, اي انتاج الدوله, انتاج الدوله مثل الدوله, مش ملك الاتجار, مش ملك الاتجار. يعني انا زول ده يعني انا الليله ما فهمت منه ولا كلمه, قال شنو؟ انا مستني الكومنتات. قبل ما نختم, الخلاصه اللي احنا شفناها من المهزله والمسخره والملطشه الحاصله دي كلها, مؤتمر اقتصادي ما فيه اي اقتصادي, بوزير ناس جايه تكورك وناس جايه تكشر وناس جايه تبرمج, ما في حفلات الايام دي, قال لك نمشي نشبكب في المؤتمر, برمجه واكل وشراب وضحك ومسخره. وعلى سيره الشراب, يعني انت الليله قاعد في غابه تشرب في مويه بجدع الباغات في الواطه, يعني ده اول شيء ذاته عدم احترام لا للناس اللي معاك ولا للمؤتمر ولا لاقتصاد السودان ولا لبلدك ذاته. رقم اثنين, ناس جايه المؤتمر ما عارفه هي جايه ذاته لشنو, بس اسمه انا جيت المؤتمر قشره, ياخذوا سلفيات انه انا شاركت في المؤتمر الاقتصادي ده, غير الناس جايه تلعب كوشتينه. طبعا كل واحد جاب لابتوب وكل واحد قاعد في حته, وزعوا يا معلم ودوروا وسط تقيل. مؤتمر اقتصادي المفروض انت بتخش بتلقى فيه شنو؟ تلقى ناس عندهم علاقة بالاقتصاد, أصحاب شركات, مؤسسات, مستثمرين, خبراء اقتصاديين. يعني أنت المفروض الليلة مؤتمر زي ده أنت ذاته ترتبه تجيب ناس من برا, ناس ينفعوك, ناس تستفيد من خبراتهم وتطورها, ما يجي الليلة إحنا خاتينه في الحكومة الفاتت وفي الحظر الأمريكي عشان ما عدل, والله العظيم بعد شوية هيقعوا أشوفكم هتعملوا شنو. وبعدين تحس المؤتمر ده ذاته كده يعني تحس إنه جايبين الناس ديل ويقولوا في الشعارات في شيء, في شيء داري يحصل, داري يجي الصنبط. ونؤكد أن سواعد الشباب هي من ستبني هذا الوطن, ونقول لكم نريد أن نعود بقولة ابتسم, مرحبا بك أنت في القيادة العامة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلمكم بس اللي جوكم وحضروا المؤتمر حقكم الفاشل ده, ده ما الشعب السوداني, الشعب السوداني ده لما يطلع ما بيجي مؤتمرات, بيمشي حتات تانية, بوريكم ابتسامة القيادة العامة كيف. وزي ما قال لكم السيد الخبير الاقتصادي الاجتماعي جنرال دقلو, الناس دي كلها كل الناس مستلطة, عشان كده الشعب ده لازم يقول كلمته, ولازم بعد ده يشق طريق البلد دي. نحن ما عندنا مشكلة موارد, عشان تكونوا عارفين نحن ما عندنا مشكلة موارد, ولا نحن عندنا مشكلة بشر. أها شفتها؟ شوف أنا ما قلت لكم بتحضروا حلقة دي يا جماعة, إخواننا والله العظيم دي ما دار لها نيسان, دي دار لها لكزس عديل إنفينيتي, ها؟ إنفينيتي 40 جالون. على فكرة الزول ده كلامه صح, بغض النظر همنه كلامه صح. إحنا المفروض نبدأ بمؤتمر اجتماعي ونشوف العقلية اللي إحنا بقينا ماشيين بيها, أو العقلية اللي ماشيين بيها الناس اللي ظاهرين في الميديا واللي ظاهرين قدام الناس والمتسلقين بما فيهم الوزراء ذاته وأولهم مدني عباس. دي حاجة. الحاجة الثانية, الليلة قال لك في 160 وصية أو توصية, المخرجات تحت المؤتمر محاربة الفساد وما عارف شنو, حتى ناس الكريمات على فكرة دي ما مخرجات في النهاية, محاربة الفساد أعمل لي مؤتمر براه, لكن ما ممكن تجي انت دار تتكلم في حاجة تطلع منها, لأنه في النهاية توصيات حقتكم اللي انتوا دي كلها حاجة واحدة تطبق على أرض الواقع ما في, وكلام فاضي كله خارم بارم وهمبللو. وروني حتعمل شنو. غاية الله المستعان, والله العظيم الله المستعان, والله يستر من الجاي, لأنه إذا إحنا استمرينا بالطريقة دي ما خلاص يعني, والله جد يعني مش إنه حالنا حيجيب, إحنا ساعتها حنوقف البرنامج ده وما دارين, لأنه بطلنا طمت, لأنه قاعدين بننفخ في قربة مكدودة. وإنتوا شوفوا إنتوا الحكومة, إنتوا مش بتحضروا في البرنامج ده, يستعدلوا بعده, لأنه والله جبت لنا أخلاقنا هنا, إحنا بقينا ما عارفين ذاته نعمل شنو معاكم, نقيف معاكم ولا نقيف ضدكم ولا نقيف في النص ولا نجيب حمل ونشنق نفسنا نموت. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الحلقة, ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون العربي وزول كافيه.
لو ما شفت الحلقات اللي فاتت ادخل شوفها. ومن هنا لغايه ما نلقاكم الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، اذا الله حيانا ومد في عمرنا، تحياتي ليكم. محمد عويضة، السلام عليكم. انا الحلقه دي كلفتني كم؟ 2191 كالوري يتحرقوا. حاسب لي انه انا جاكي 5111 خطوه ماشيها دي في حلقه، عشان انت تجي في 20 دقيقه تحضرها وتتفلسف.